كيف أكون من المطبقين للآية؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ تقرض الناس أو تتصدق على الناس، القرض هنا القرض لله المراد به الصدقة، تكون الصدقة من كسب طيب، من كسب طيب تعطى لفقير مستحق، أو تعطى في أي باب من أبواب الاستحقاق، لا تتبعها بالمن ولا بالأذى، لا تجعلها مصاحبة بالرياء، تنفقها نفسك طيبة بإنفاقها. فهذه بعض لوازم القرض الحسن. لا تحرج المعطي، لا تحرج المعطي. نعم، والله أعلم.